كل متابعي قناه الاهلي في كل مكان، اكيد طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اللي هنتكلم معاه بشكل كبير عن اهميه هذه المباراه، عن اهميه كمان الفوز النهارده في مباراه مهمه جدا. كابتن سيد الف مبروك النهارده، تحب تقولي على الفوز؟ فوز مهم جدا ومميز، واصرار اللعيبه بناكد عليه في كل المباريات يا كابتن سيد. يعني الحمد لله، طبعا ما زلت بقول انها مرحله فيها كتير جدا جدا من التركيز العالي جدا، ومرحله يعني وضع طبيعي جدا ان انت بتبقى مش عايز اقول بتقلق على الفوز، لان ده وضع طبيعي في المرحله ديت، واستشهدت بكتير جدا حتى مانشستر سيتي اللي هي بجلاله قدرها قلت ده كتير قوي يعني، لكن برضه ارجع اقول الحمد لله رب العالمين على المكسب. فوز مهم جدا، دخلنا في اللقاء بشكل كويس، ويعني من وجهه نظري الشخصيه ان فرقه الكره الكبيره بتبقى عامله زي الرسم البياني، بتطلع عالي قوي كده وبعدين تنزل شويه وبعدين تطلع تاني وبعدين تنزل شويه صغيرين وبعدين تطلع تاني خلال المباراه يعني، اوكي؟ لكن ما ينفعش ان انت تطلع للسماء مثلا وتقوم نازل للارض، ما ينفعش دي سمات فرقه كبيره. الحمد لله رب العالمين، يعني من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره حد اعترض على الجول بتاع 90؟ الحمد لله طبعا، الحمد لله. كمان نقطة مهمة جدا، وعلى ذكر الدقيقة 90 وبلس 90، ده بيدل ان في تركيز كبير يا كابتن سيد، وفي دوافع وفي اصرار وفي هدف، وهي بطولة الدوري العام. بتنقله ازاي الكلام ده للعيبة؟ طبيعي، خلاص طبيعة المرحلة اللي انت فيها بتقول كده يعني، من غير حتى ما تتكلم مش محتاجة ان انت تبقى في دوافع، الدوافع موجودة في حد ذاتها يعني. احنا محتاجين 9 نقط كمان عشان نبقى ابطال الدوري، او 7 نقط عشان نبقى ابطال الدوري، لكن احنا هدفنا الاساسي هم 9 نقاط عشان نوصل للنقطه 82، ده ما فيهاش فصل. توصل للنقطه 80 حسابيا هتاخد الدوري، 82 بالتاكيد بتزيد التاكيد على بطوله الدوري. خدنا 31 لقاء لحد دلوقتي، جينا من مسافه بعيده جدا جدا، كتير شكك فينا، لكن جمهورنا وادارتنا ولاعبتنا وجهازنا كانوا عندهم يقين واصرار وثقه في الفرقه، مش في التسعين دقيقه بس، خلال الدوري ككل يعني. اهم الحاجات اللي بتسعد الكابتن سيد وهي الايجابيات اللي في اللعيبه كمان وفي المستطيل الاخضر وداخل المباراه بجانب النتيجه، اكتر الايجابيات اللي شفتها النهارده في اللعيبه مروان بيحرز، وليد بيلعب بيقدم، حاله التركيز اللي موجوده كلها يعني، من اول الشناوي لحتى اللي ما وافقوش في احراز اهداف، حاله تركيز عاليه جدا في اثناء اللقاء، في ارتدادهم، في اصرارهم، في تعاملهم باللقاء يعني. اللقاءات اللي زي كده والمرحله دي بتتاخد بالقلب والعقل يعني، قلبك بيكون يعني من نار او من حديد، لكن عقلك كمان ما ينفعش ان انت تعمل اخطاء او ترتكب اخطاء تاثر على الفرقه يعني. مش عارف اقول مين اللي كان مخرج النهارده اللقاء، مش عارف، ممكن تبقى الاستاذه ايناس عثمان يعني، هي اللي ما بتعدش الحاجات دي عشان الفتنه يعني. انا اشوف ان في ضربتين جزاء، اشوف كده، هل صح هل غلط ما اعرفش، لكن هي لو هي اللي بتذيع، انا ما اعرفش مين اللي بيذيع اللقاء، لكن هي ممكن يعني ما بتذيعش الحاجات اللي هي ممكن بيبقى فيها شك يعني، عشان ما يبقاش فيها فتنه. الناحيه التحكيميه ما بنحبش نتكلم فيها، وان كان يعني انا في مذيع الشيزوفرينيا اللي هو بقاله 7 8 شهور كل حلقه وكل كلمه بيجيب سيره سيد عبد الحفيظ من غير ما اعرف ليه يعني، مره كده ومره كده يعني، اساسا يعني اكنه هربان من فيلم كرتون، كل شويه يجيب اسمي وكل سيرتي وسيد عمل وسيد اتسوى وسيد قال وسيد اعترض وسيد، ويقوم يقف يقول سيد وقف كده، انا ما بعرفش هو واقف ولا قاعد الحقيقه في الاستوديو، لكن انا بقول له يعني اهدى شويه، الحقيقه مش كده خالص يعني، اهدى، والمنطق وفي ذاك الوقت وهنا السؤال، خلاص كلمه ادمت انا يعني الكلام ده خلاص بقى، العب واشتغل على نفسك شويه، وبعدين يعني حتى انت الحكام بقى وحشين دلوقتي بالنسبه للفرقه الثانيه والمنافسه يعني، مش المشرف اللي عندك اللي قال يعني بكل ثقه ما اعرفش جايبها منين يعني، انا كابتن سيد لو عايز تحكم الماتش اللي جاي تعالى، ما اعرفش الثقه دي كان جايبها منين يعني. حتى لما اتسال في بدايه الدوري قال لك انا المنافس بتاعي مش النادي الاهلي يعني، ده على اساس ايه يعني؟ السنه اللي فاتت انا بطل الدوري والتاني الاسماعيلي، اللي قبلها كنت انا بطل الدوري والتاني مصر المقاصه، ومن 3 4 سنين كنت انا بطل الدوري ورايا سموحه، ما اعرفش الثقه دي كانوا جايبينها منين يعني. لكن في النهايه انا بحترم الفرقه كفرقه وكنادي، لكن في النهايه انت بتلعب على شغل وبتنافس بشكل كويس قوي، ومصر على حاجه ان شاء الله الرحمن تنفذ باذن الله. شكرا. مبارك يا كابتن اسلام، اكيد للكابتن سيد، كابتن يوسف، كابتن سامي، ومصلي الجميع ان شاء الله المباراه القادمه مباراه تكون على اعلى مستوى الفريق للنادي الاهلي، واستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات. عوده ليك يا كابتن اسلام.